بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الدرس الحادي والأربعون من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية لشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى باب منصوبات الأسماء هذا محل ومبحث أسماء لكردقاء باب كي كان لي هذا محل ومبحث مرفوعات الأسماء شيخ مركو كصوب بحي وكباو مركان سوى بالله إن باو مرفوعات الأسماء أنني لا يجب الله باو مرفوعات الأسماء إلى كتاب كدمات كيسة أسماء بالغاح للدولة بس مثال كفعل وسوق الكرامة وحرف مثال لكن وحلقها الله باب أهان وأسماء كلية أسماء اللي قد الشيخ وتضبوي مرفوعات الأسماء سبعة أسماء الله كرد يغانا وحوية الشانية طبعا تيرادان إنك سوان لسكوا فقين علمك بدي ويجرا علمك يريين ويجرا أسماء الله حصر يغانا واسدح من نديه دون كوا بس ديو الله باكو درين ويجرا باب منصوبات الأسماء أسماء دي لكرد يغاني باب كي كان لي هذا محل ومبحث عشر كي كوي أفرتنات أفرتني كوبات كتاب كي المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية لشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى وحينا رب الله بنا يا عشر كاكوية فرتنا باب منصوبات الأسماء أسماء دي لكردقاء باب كي كان لها هذا محل ومبحث المنصوبات أسماء دي لكردقاء خمسة عشر وشنية طوم وهي شنية طوان كان المفعول به كو مفعول به با كو والمصدر لب وظرف الزمان وظرف المكان او باب اهان وهل باب لكن نمبر اهان لبات كتر نسا لب وظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هي ظرف مكان ظرف الزمان هي ظرف مكان وظرف الزمان صدح بعده مركة وظرف المكان أفر وترى المكان متن يقصون والحال وحال حال والحال وحال وشن والتمييز تمييز لح والمستثنى مستثنى تضبط واسم لا لا اسم هذا لا اسم سيدي والمنادى منادى صغار والمفعول من أجله مفعول لأجله مفعول لو صدح مقعوله طبعا والمفعول معه كوي طبعا وخبر كان وأخواتي أكاني ولا له الخبر كل لبي طبعا واسم إن وأخواتي إني ولا له اسم كل صدحي طبعا والتابع كي راعي للمنصوب مذكر لك وهو تابع أربعة أشياء شيار وأفروي النعت نعتي إيه والعطف عطفك إيه والتوكيد توكيدك إيه والبدل أفريته تراد أصبال تريع وحالي ما أخذ أما معيب أما ما أخذ بينه كتب تعب لك معبرة لكن قبس بينها وملاحظ وهما أخذ كم إذا حضور شيخ وترى شيخ وترى دي قدما يستروا منصوبات الأسماء يقول شيخ شريط ما يشان محاكو قرر أفريط تحفة سنيه نسيك له حسابي شيخ مكود سيك له حساب علمك لسي إلى أفر سيبه له حساب هورتا تريا ما يشان الله مركوكويا واحد تحفة سنيه هي مجرى تحفة سنيه سمع صح طيب تحفة سنيه مه و تحفة سنيها انت ان جن متن سيده كو قران وا افريه تو واترنس متن سيده كو قران بلتر افريه تو صوبا تحفة سنيها انت نهي سنه في رسو عبد
سيدا سيكا دوان بو عبر عشان يتوان بالارا لكن سيدا سيكا دوان يو عبر توتو سنية سماكاس انت يا تحفة شيخ بلال بسم يا تحفة وتساك تحفة مية عشان أسوي مرجع توفى تسنية ما قال كويس شرح شرح توفى تسنية وشرح تري شرح يتوان كسو تري مركة تري مفعول به كو أيه لاو حلبو إسكاري سو أيه صدح حال أفر شان لح اسم الله تضاء سديد سغال طوال كويتو نعتي منصوب نعتي وحال هالك تري صباح من باللمبر نعتي واللمبر عذف اللمبر بكري توكيل اللمبر بدل اللمبر صباح ساس مكوية تواويعي وميد بالنبر سي إن عمره إنه شان يتوان كفري سي وقت ماشي شان يتوان بانكو قرين مارك هالقول هذا وامتن يا سيدة نوغوطة الله أفر يتوان بكاني يا شيخ إنه ما فانت توفى تسنيها شرحة شيخ محمد محي الدين عبد الحميد شان يتوان كوحو كاني يدرف الزمان ظرف المكان ورتهالا مربوس كاني توابعدي افرت اهد هل لمبر اهد اجنوم لمبر بو كاتريا توابعداسنا وحو كدغاي ميد با لمبر نعت لمبر عرف لمبر توكيد لمبر بيد لمبر لو قابان هينا هلكا سوما 14 هلكا نوو قورن توفات سنيو 15 كدغاي ظرف الزمان ظرف المكان ولمبر وسكاد التوابع لكن ملك السلام على بير هدي عليك قولك صد هذا يقول راجع سمع قريش قولك شري طبعا كيري يقول راجع سمع حاول ما شرى وحلو الدرا يا هل لمبر بام مكان سيدنا جرومي سيدنا جنومي قولي قال لدينا يا أفر يا طبان كان أياها اللمبر لقدر يا لمبر كان لقدر يا علماء قاربا وحيدا النسخوين كي أجرومي يا هوري بعد التطبع دواجل كدب أياها اللمبر كان كوارك ماشا مركا مركا جوك توصمو إنا وأخواتها وحال قدري ومفعولا ظن وأخواتها ظنية ولا عليه اللي بدي دي مفعول لمرك الصح ذا كاو وبعض العلماء وحيسو قوريين نسخوين كي أجرومي كي هراء إلا وعر كي ومفعولا ظن وأخواتها ظنية ولا عليه اللي بدي دي مفعول مرك النسخة داس أيا بعض العلماء سوريين ومفعولا ظن وأخواتها جزاك الله خير بارك الله بسم الله مركا هلكا هدان قدر هو مفعولا ظن وأخواتها لمر كما يقول نقني شانيت علماء أولي من وحيدين بعض النسخ الأجرومية القديمة ينكسو قورنا متن اللفتيس شيخ مكودي سو سكر ونقول لك شيخ مكودي وحاول من شراح الأجرومي وكمل المكودي بل سو حي لمبر كشانية طمنات خبر ما الحجازي على الدهم سو تهجيب كي سو إن شانية طمنات على رها لمبر إلا وحاول وحير خبر ما الحجازي ماذا حجازي هذا خبر كذا ما هذا بشر ما هذا كريمها بشرا من آدم إن هذا إلا ملك كريم مركا خبر ما الحجازية وشيخ مكودي
lamarka shan iyo tobnaad waxaa laga dhigay khabaru maa alxijaaziya kawaakibkaa loogu taga laakiin waxaa loo badanya mafcuulaadana wa akhawaatiha ka dhighad almansuubaatu asmaadii la kordhigaa ee khamsata cashara waa shan iyo toban wahiya shan iyo tobankaas almafcuulu bihi mafcuulu bihi kow waalmasdaru masda wadarfu zamaan wadarfu lmakaan labaad ka tirin baab ahaan bay halbaabi wadarfu zamaani zamanka darafkiisa wadarfu lmakaan kuwan mid kasta baab buu kuugu imaan waaha ka hor dhicin minhaaj lama xanta lamana hor ordadii wey walxaalu xaal weeye watamyiizu tamyiiz weye waalmustatnaa weye wasmulaa laa ismigeedi wey walmunaadaa wey walmafcuulu min ajlihi wey mafcuulu min ajlihi waale mafcuulu liajlihi oo laama mafcuulu lahu walmafcuulu macahu wey wakhabaru kaana waa khawaatiha wakhabaru kaana waa khawaatiha kaaniya walaaleheed khabarkooda wey kaana zaydun qaa'iman qaa'iman taasaa la ramaan wasmu ina waa khawaatiha iniya walaaleheed ismigooda wey wasmu ina waa khawaatiha iniya walaaleheed ismigooda wey wataabic markaa halkaa joogna wa mafcuulaa dhanna dhehda wa mafcuulaa dhanna dhanna labadeedii mafcuul wa mafcuulaa dhanna wa akhawaatiha baan halkaa ku darsanay nee lambarkii baa la rabaa in laysla helo wa mafcuulaa dhanna wa akhawaatiha dhanniya walaaleheed labadoodii mafcuul wey waay iyo wataabicu kii raaci lilmansuubi mid kordhigan wahuwa taabic arbacatu ashyaa shay yaalo afara wey annactu nactigii sifadii weye walcadfu weye waltawkiidu waalbedelu baabu lmafcuuli bihi haada kani baabu lmafcuuli bihi mafcuulu bihiga baabkiisi wey almafcuulu bihi eray ahaan haddii loo fasiro kii wax lagu sameeyey wey alfaacilu sameeye almafcuulu bihina kii lagu sameeyey wey eray ahaan markii la dhaho mafcuulu bihi horta waa ismi mansuubaatu lasmaac naxwo ahaan laakiin erayga haddii la cabiro almafcuulu kii lagu sameeyey bihi isaga wax lagu sameeyey wey faacila waa sameeya mafcuulu bihina waa ka wax lagu sameeyey waaya alladii fucila bihi bay dhaha waa midka wax lagu sameeyey baabu lmafcuuli bihi mafcuulu bihiga baabkiisii wahuwa mafcuulu bihi alismu waa magac alismu haddii leeya ficiliya xaraf baa baxay almansuubu la kordhigaayo mansuub haddii leeya marfuuci majruur baa baxay alladii kaasoo yaqacu u dhici calayhi korkiisa alficlu ficilku uu ku dul dhacahayo fal nahwu qowlika hadalkaagiyo wixii la mida weeye darabtu waxaan garaacay zaydan zayd garaacuyuu ku dhacay zayd darabtu waxaan garaacay zaydan zayd baan garaacay meeshan waa ruux wax sameeye garaac ruuxii sameeyey iyo wixii la sameeyo garaaca ficilkii iyo ruuxii lagu sameeyo garaaca ku dul dhacay kaa uu ku dul dhacay mafcuulu bihi baa leh falka dhacayna ficil baa leh sameeyahana faacilkii ninbaa waxaa le wuxuu yihi naxwo waxaan ku fahmay waqatala daawuudu jaaluuta naxwo halkaasay ugu dhacday waqatala wuxuu dilay daawuudu daawuud jaaluuta buu dilay falka dhacay dil inuu yahay waan garta ficilka waqatala ka wax dilay daawuud inuu yahay waan garto waa faacil jaaluudna waa kala dilo dilku ku dhaco mafcuulu bihigii wey waqatala wuxuu dilay daawuudu daawuud jaaluuta buu dilay darabtu zaydan fiiri had darabtu ficlun waa faacil xaddu lficli darab mabniyun cala sukuun litisaali bidamiir rafci lmutaxari wataa'u faacilu darab mabni cala dami fii maxali rafcin zaydan mafcuulu bihi mansuub wacalaamatu nasi fadcatu daahiratu fii aakhiri warakibtu lfarasa warakibtu zaydan wey maxalu shaahidku maanta warakibtu alwaawu xarfu cafin rakibtu ficlun waa faacil xaddu lficli rakib mabniyun cala sukuun litisaali bidamiir rafci lmutaxarir wataa'u faacilu rakib mabni cala dami fii maxali rafc alfarasa mafcuulu bihi mansuub wacalaamatu nasfi fadxatu daahiratu fii aakhiri alfarasa wey muraad darabtu waxaan garaacay zaydan zayd warakibtu waxaan koray oon fuulay oon gaadid ka dhigtay alfarasa faraski wahuwa mafcuulu bihi qismaani laba qaybood weeye daahirun mid muuqda daahir waxaa leh maa laa yaxtaaju ilaa qariina ama maa yadullu calaa musamaahu bilaa qaydin shardi kuma xino kaalmo uma baahno
وهو مفعول به قسمان لبا قيبود وهي ظاهر من مغضئ ومضمر من ضمير فالظاهر ظاهر كما أي الذي كيوي ماذا المغصور ما أي الذي كيوي تقدم ما أي الذي كيوي تقدم وصور مري ذكره شيء جديد ملك شيء جديد وصور مري محالك وضع وضربت زيدا يا ركبت الفرس وزيدا يا الفرس فالظاهر ظاهر كما أي الذي كيوي تقدم وصور مري ذكره شيء جديد والمضمر ضمير كيمياء قسمان لبا قيبود وي ضميركم عن طلبون الله متصل من لحليه بعامله عامل كيسي ومنفصل من كسوعان متصل منفصل ضميره تقاعد الى ملك وحده ضمير وعلبيه طبعا سيدي سوى ضمير ملك استوجو حاله الرفع حاله النصب حاله جر وقال لكن انت بدل لما شيو وبك يا بكما يا مركه حاله جر باب اهان لو ما شيغا باب اهان لكن وقال لكن حالة رفع وسوقات ضربت ضربنا حالة النصب واكنا حالة جرنا وقرا بكذا ذلك سي لك وحصل حالة جر لكن سقى باب حال لو مشي نحو ليه الباب كمان دغان معنا ضمير مركا مغعيال با لا يراهدايو وحاوي قرين وباهي مركوات وحي دهان يحتاج الى قرينة التكلم والخطاب والغيبة وحو باهية قرينة أو متكلم إنه النقضاء أو مخاطب أو مغايب ضمير وعلبية طبعا سيدي سلام 12 وإلوا متكلم شان مخاطب شان غايب حكم كضمير روائلي عركتي ومبني والضمائر كلها مبنية بلا استثناء وحباك سوريم ضمير كمروا حون نقضاء مروا باري مروا متصلية منفصل متصل وحاله هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعده إلا اختيارا متصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام هذا الكلام بالله منك ضربت تأذى صورة مكينك تضربت ملقائيين ما ولا يقع بعده إلا كذي من نوع ضرب إلا تمليك ضرب إلا تمسور ويسال الله منفصل للبضة كأوديدي لو ديدي بقات منفصل هو الذي يبتدأ به الكلام إياك نعبد ويقع بعد إلا إياه قرانك انتي بكتب إلا إياه ما قرر إياك نعبد مارك إلا أنا ويكوهر ماني منفصل ساقنا والله بالعوان كرا مستطر يبارز بوليه هدنا قام ويستعي هو ننكي مغنى هو ذي كما قرماش وحاديه كان مستطر قمت أنا استعي ضمير بارز وبنان أولوي وبيالا والمضمر ضمير كي قسمان اللبا قيبود متصل من لحرير عامل كيسي ومنفصل من كقوان عامل كيس فالمتصل متصل كي 12 لبية طبان وهي لبية طبان كضربني وحاي قراعي وحكو قراع عمق زيد مسك سوقد مراد كي نوايا ذا قدام بيسوي مراد كوايا ذا قدام بيسوي ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الاعراب والنون للوقاية واليوم مفعول به مبني على السكون في محل النصب ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الاعراب والنون للوقاية ده والنون للوقاية فعل كي كسرها كي الى لسا هوس دق محل غوافير ضرب بعض هذا سو مكرني ني نون كم حاكه دمياه هي بن سوما يا ذا يا بعض هذه اللي سكوب بناين لها أنون كماش اللي جوين له يا رب المحير بتاعنا كهر مرة خاصلك ضربي ما الله قال لها مرك وما فعل ماضي ولا خفض فيها في الأفعال وأكيلي نون كان خاصلك أسودي دنيا واحد دربي ضرباني فعل كي وراسي سينو كرنا فعل كي خاصلك أودي دنيا وقاية له وأنون للوقاية هذو ماش كبه يا رب النتار هذا وحياة كوريا الله أصلي قايمان له وأنا فعل الله ما أصلي كر نون كان مركي حاجز وقاية إلى اليوم ضرب فعل ماضي مبني عرفة لا محله من الإعراب والنون للوقاية هذه والنون للوقاية فعل كو كسرها كإلى اليا أصلي ولياء مفعول به هذا ومراد كن ويا ذس ولياء مفعول به مبني على السكون في محل النصب ولياه مفعول به مبني على السكون في محل نصب وضربنا الواو حرف عطف ضرب فعل ماضي مبني على الفتح
ورد مارك هورا واد لغمين وهي فالمتصلو كي عامل كي سلا حليل فعل كي هدي يو لاحلي ايا ادو هدي مفعول بيه وفعل كي بي لاحلي دا فالمتصلو كي عامل كي سلا حليل اثنى عشر لبيا طبان وهي لبيا طبان كاد ضربني وحاي قراعي زيد وضربنا وحانا قراعي زيد لبدا سوا متكلمك وضربك نيو وحاكو قراعي زيد وضربك قبريها وحاكو قراعي زيد وضربكما وحاي قراعي زيد وضربكم رجي نمضا وحاجر عزيز وضربكم نهوينك نمضا وحاجر عزيز وشانتانا مخاطبة ليرها وضربه هو ننك مغرى زيد باقرى وضربه هاقا بدي مغرى زيد باقرى وضربه مع لبدي مغرى لبدي دوني هالنقضي لبا أم بالله رب الله وضربهم رجي بنايا مغرى وحاجر عزيز وضربهم وضربه نهوينك بنايا مغرى وحاجر عزيز شانتانا غاية ضربني فيرهم ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محله من الاعراب والنون للوقايه والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب يا داسات كربته ضربنا نادى صد باهنته ضربنا ضرب فعل ماض مبني ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محله من الاعراب ونا مفعول به قاركودنا waxay ku daran ونا ضمير متكلم مفعول به والقدر كته ونا مفعول به هدا دهن واد هلي كرت سوى قابسط وانا مفعول به مبني على السكون وانا مفعول به مبني على السكون في محل النصب مرادك وانا ذاس ناداس مفعول به وانا مفعول به مبني على السكون في محل النصب وضربك مرادك وكافك كلي محل شاهدك بيت القصيدي مفعول به وكافك وضربك كعدا بس وضرب الواو حرف عطف ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من العرب والكاف مفعول به انا وحيدا والكاف وضمير وحرف ضمير خضاب ضمير كخضاب كامرك اي وحيدا مبني على الفتح في محل نصب مفعول به والكاف مفعول به ضاده قصوى قابل سنواه لكرتا ضربك الواو وضربك الواو حرف عظيم ضرب ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الاعراب والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل النصب وضربك الواو حرف عطف ضرب ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الاعراب والكاف مفعول به كي ذا قبل لو اشاره كي لو لا خضاب لو لا خضاب وضربك قبلها وحاق قرا وضرب الواو حرف عطف ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الاعراب والكاف مفعول به مبني على الكسر في محل النصب ضمير ندوات قرن سواء مبني وضربكما مراد كو كاف كلي وضرب كو كاف كغدن بين رحم وضرب الواو حرف عطف ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الاعراب والكاف مفعول به والكاف مفعول به مبني على الضم في محل النصب والميم حرف عماد بعدين نكوما ميم يعرف باكونما والميم حرف عماد واتير والالف حرف دال على التثنيه ضربكما ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الاعراب والكاف مفعول به مبني على الضم في محل نصب والميم حرف عماد والالف حرف دال على التثنيه وضربكم كاف كغدن مرنا وضرب الواو حرف عطف ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الاعراب والكاف مفعول به والكاف مفعول به مبني على الضم في محل نصب والكاف مفعول به مبني على الضم في محل نصب والميم علامة جمع الذكور ميم كان وحوت سنايا انه جمع رجيه وضربكم رجي نبضا مركب هذه والميم علامة جمع الذكور مفعولك وكافك وضربكم كافك قدن بسارمنا وضرب الواو حرف عطف ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والكاف مفعول به كاف كغدن والكاف مفعول به مبني على الضم في محل النصب والكاف مفعول به مبني على الضم في محل النصب والنون علامه النسوه قال وحي كدا والنون علامه جمع النسوه جمع النسوه هي جمع الاناث وددكون والنون علامه النسوه والنون علامه جمع النسوه وهذا هو علامة جمع الإناث
halkaa waxaa kugu dhammaaday shantii mukhaadabka mukhaadabki wadaraba huwa ninkii maqraa waxaa garaacay zayd wadaraba alwaawu xarfu cadfi daraba ficil maadi min calafati laa maxallahu min alicraab walhaau mafcuulu bih muraadku waa haadaas haada way haada walhaau mafcuulu bih baa hadii fiirahda daraba ficil maadi mabni cala alfati laa maxallahu min alcraab walhaau mafcuulu bih mabni cala adami fi maxali nasbin haada way mafcuulu walhaau mafcuulu bih mabni cala adami fi maxali nasbin wadarabaha alwaawu xarfu cadfi daraba ficil maadi mabni cala alfati laa maxallahu min alcraab haa isku wada qaba haa oo iswada taadiyaani haa mafcuulu bih dhe haa mafcuulu bih mabni cala asukuun fi maxali nasbi haa mafcuulu bih mabni cala asukuun fi maxali nasbi wadarabahumaa wadaraba alwaawu xarfu cadfi daraba ficil maadi mabni cala alfati laa maxallahu min alcraab walhaau haada bas soo qaba walhaau mafcuulu bih mabni cala adami fi maxali nasbi walmiim xarfu cimaadi walaalifu xarfu daalun cala tasniic wadarabahuma alwaawu xarfu cadfi daraba ficil maadi mabni cala alfati laa maxallahu min alcraab haada bas soo qaba walhaau mafcuulu bih mabni cala adami fi maxali nasbi والميم علامة جمع الذكور وضربهن وضرب الواو حرف عطف ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب هذا سواق والهاء مفعول به مبني على الضم في محل النصب والهاء مفعول به مبني على الضم مبني على الضم في محل النصب والنون علامة جمع النسوة والمنفصل منفصل كي 12 لبية طموي منفصل لو حاله maa yubtada'u bihi alkalaam isagaa hadalka lagu bilowdo mithlu iyaaka nacbudu iyaakadii baa lagu bilaaba maa tacbuduuna ilaa iyaahu waxay soo qabataa suuratu yuusuf labadii ilaa iyaahu yaa saaxibi isiina maa tacbuduuna min duunihi illaa amara anlaa tacbuduu إلا إياه جزاك الله خير أمر ألا تعبدوا إلا إياه مرك إياك ذا ومفصلة إياه واتكو بالله بكرتا إياك إلا واكور مركة مرك منفصل وحالة ما يبتدأ به الكلام ما أي الذي كيو ما الموصول يبتدأ به الكلام مثلا هذا الكلام بالوضاء ويقع بعد إلا كذب نوادع والمنفصل منفصل كي 12 لبي يتبنوي naxwu qowlika hadalkaagiyo wixii lamida wey iyaaya aniga caamilkii baad qadareen labaa la soo qadarta qaar waxay dhahaan maa akramta maada karaamayn ilaa iyaaya maa akramta maba aada karaamayn ilaa iyaaya aniga mooye iyaaya aniga wa iyaana annaka labadaa waa mutakallimkii wa iyaaka adiganiyo wa iyaakii gabadhii adiga wa iyaakumaa labadiinna wa iyaakum raggiinan badan wa iyaakuna haweenkiinan badan shantii mukhaadabka wayiyaahu ninkii maqnaa wayiyaaha gabadhii maqnay wayiyaahuma labadii maqnaa wayiyaahum raggii badnaa ee maqnaa wayiyaahuna haweenkii badnaa ee maqnaa marka munfasilkana u fiirso inta mafcuulka afiir waa iyaa intaa iyaa waxa ka dambeeya xaraf baad leedahay ama kaaf ha ka dambeeyo ama naa ha ka dambeyso ama ha oo damiiraha ka dambay mafcuulka lare waa iya hamzada iyo yaadan alifka ku taagan yaadan shadan ee alifka ku taagan intaasaad rabta muraadka waa iyaada bas kaafka ma aha inta mafcuulka waa iyaa iyaa ama naaha ka dambayso ama kaaf ha ka dambay ama ha ha ka dambayso kuwaa kale xaraf baa la dhihi doonaa iyaa marka fiiri haddii iyada la hormariyo sida iyaaka nacbudu waxay dhahaan taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu lxasr taqdiimu lmacmuul macmuulku hadduu soo hormaray inuu mafcuulu bihi moogtay iyo taqdiimu maa xaquhu taakhiir wax gadaal lagu ogaa mafcuulu bihi gadaal baa lagu ogaa asalku waa inuu ficilku kow noqdo faacilku xigo mafcuulu bihi uu dameeyo daraba zaydun camran waqatala daawuudu jaaluut wawaritha sulaymaanu daawuuda asalku waa saa mafcuulkii baa hormaray mararka qaar mafcuulkaaba ugu hormariba way dhacda marka waxay dhahaan taqdiimu maa xaquhu taakhiir wax lagu ogaa dibdhac hadduu soo hormaray yufiidu lxasr
إياك نعبد مركا وا توحيد كي زمر إياك أديك كريغا أمان الله كريغا وحدك يا نعبد كعبدين إيا يا مركا فيري إيا مفعول به بعده إيا أنت إيا مفعول به وضمير مبني على السكون في محل النصب يا ذا قوس والياء حرف دال على التكلم بعد مرك إيا يا يا ذا كلي جيد والياء حرف دال على التكلم أربع على متكلم على التكلم بسيف على التكلم إيا مفعول به مبني على السكون في محل النصب والياء حرف دال على التكلم ده أو حلقة وضع إيايا أنيقا أنيقا إنت ينوشي يا ذا ضموا حرف إيا مفعول به مبني على السكون في محل النصب والياء حرف دال على التكلم وإيانا إيا بس مرنا مركز وإيا الواو حرف عطف إيا مفعول به مبني على السكون في محل النصب وما حرف دال على التكلم نا ونسكو قبعد نا وما حرف دال على التكلم وما حرف دال على التكلم وإياك كاف كاسا حرف خضاب يسأل وإيا الواو حرف عطف حرف عطف إيا وواحد رب تكلي إيا مفعول به إيا مفعول به مبني على السكون في محل النصب والكاف حرف دال على الخضاب والكاف حرف دال على الخضاب وحرف لا محل من الإعراب هذيك لكن وحوم مبهرد حرف را لغوص وشيء والحروف كلها مبنية لا محل من الإعراب مركا والإسكا فهمي وإياك يا الواو حرف عطف إيا مفعول به إيا مفعول به إيا مفعول به مبني على السكون في محل النصب والكاف كي قبل هو والكاف حرف دال على الخضاب قار والكاف المفتوح يقدر يا والكاف المكسورة والكاف مقدس والكاف حرف دال على خضاب المؤنث قار بقدر والكاف حرف دال على الخضاب مادي وإياكما الواو حرف عطف إيا أنت كجوكتون إيا أم باترسل إيا مفعول به مبني على السكون في محل نصب والكاف حرف دال على الخضاب والميم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية وإياكم الواو حرف عطف إيا مفعول به مبني على السكون في محل نصب والكاف حرف دال على الخضاب والميم علامة جمع الذكور وإياكم الواو حرف عطف إيا مفعول به مبني على السكون في محل نصب والكاف حرف دال على الخضاب والنون علامة جمع النسو وإياه غائبك وإيا الواو حرف عطف إيا مفعول به مبني على السكون في محل النصب والهاء بعد هذا حرف دال على الغيبة والهاء حرف دال على الغيبة مقراش وإياها الواو حرف عطف إيا مفعول به مبني على السكون في محل النصب ها أو إسوادته ها حرف دال على الغيبة وإياهما الواو حرف عطف إيا مفعول به مبني على السكون في محل النصب والهاء حرف دال على الغيبة والميم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية وإياهما الواو حرف عطف إيا مفعول به مبني على السكون في محل النصب إيا مفعول به مبني على السكون إيا مفعول به إيا مفعول به مبني على السكون في محل النصب هذا بس هتسوق عمر والهاء حرف دال على الغيب والميم علامة جمع الذكور وإياهن الواو حرف عطف إيا مفعول به مبني على السكون في محل النصب والهاء حرف دال على الغيب والنون علامة جمع النسو باب المستري والله سبحانه وتعالى أعلم معكم بالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.